وبنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي اللي قادر يشرفنا ويكسب البرتغال ويخلينا نحلم كلنا ان في منتخب عربي في قبل نهائي كاس العالم. دي كانت نهاية حلقتنا اللي فاتت قبل دور الثمانية واللي توقعنا فيها فوز المغرب على البرتغال، وحقيقي شرفت كل العرب. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من 5 في 5 على يلا كورة، وبعد انتهاء دور الثمانية رسميا تعالوا نشوف اختياراتنا الافضل كانت ايه. اول اختيار معانا هو افضل هدف، واللي هيروح لنيمار في مرمى كرواتيا. اسباب اختيار جول نيمار كتيرة جدا، أولها إن 4 باصات بس من لمسة ولعبة كانوا كافيين ينقلوا نيمار من نص الملعب إلى 6 ياردو. تاني حاجة وهي حطت جسم نيمار قدام مدافع كرواتيا، واللي خلته يا إما هياخد ضربة جزاء يا هينفرد بالجون. تالت حاجة وهي هدوء الأعصاب الغريب اللي عند نيمار، واللي خلته في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي وبينه وبين حارس المرمى أقل من متر يعدي منه ويهوشه ويحط الكرة في الشباك الفاضي. تاني اختيار معانا وهو أفضل حارس، واللي هيروح لليفاكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي. ليفاكوفيتش بيقدم واحدة من أهم البطولات في تاريخه، وقدر يصعد كرواتيا الى قبل نهائي كاس العالم. صعدت كرواتيا لقبل نهائي كاس العالم بعد ما كسبت اليابان بركلات الترجيح، وبرده كسبت البرازيل بركلات الترجيح، واكيد اللي كان بطلها في المباراتين ليفاكوفيتش. وبكده ليفاكوفيتش اصبح ثالث حارس في التاريخ اللي يصد 4 ركلات ترجيح في نسخه واحده من المونديال. ده غير انه تعرض لضغط كبير خلال اللقاء بسبب هجوم البرازيل الكاسح، وقدر يتصدى ل 11 هجمه منهم 7 من داخل منطقه الجزاء. ثالث اختيار معانا وهو افضل لاعب، واللي هتروح ليونيل ميسي. اي حد بيتابع كوره عارف ان ميسي واحد من اهدى اللعيبه في الملعب، وصعب جدا يتعصب، وده عكس تماما اللي شفناه في ماتش هولندا. ميسي كان متعصب في اغلب اوقات الماتش، مثلا شفناه بيتخانق مره مع الحكم وعمل مشكله كبيره مع لعيب المنتخب الهولندي، واعتقد ان سبب عصبيه ميسي كم الضغط اللي بيتعرض له، عشان ده اخر كاس عالم ليه، وبيحاول ينهي مسيرته الكرويه باعظم انجاز لاي لاعب كره قدم هو المونديال. ميسي خلال اللقاء جاب جون وصنع جون، ده غير ركله الترجيح بتاعته اللي احرزها. الجول اللي صنعه ميسي ده حرفيا ما يطلعش غير من ميسي، استنى مولينا لحد ما خد المكان الصح بتاعه، وبباص واحد قدر يضرب خط دفاع المنتخب الهولندي كله من غير ما يبص، ووصل مولينا لانفراد تاني. ده غير ان ميسي واخد واجبات دفاعيه وعمل 14 تدخل خد منهم 10 بنجاح، ولعب ال 120 دقيقه كاملين. رابع اختيار معانا وهو افضل منتخب، واللي اكيد من غير ما نفكر هتروح للمنتخب المغربي. المغرب بعد ما كسبت اسبانيا قدرت تعدي البرتغال، وبقت اول منتخب عربي وافريقي يصعد لقبل نهائي كاس العالم. المنتخب المغربي بيملك خط وسط حديدي يقدر يتحكم في اي ماتش. يكفي اقول لك ان اوناحي كسب كل التدخلات الدفاعيه اللي حصلت في ماتش البرتغال وعمل 3 مراوغات ناجحه، ده بالاضافه الى حارس مرمى اسطوري، واللي اعتقد ان جايزه احسن حارس مرمى في كاس العالم مش هتخرج بره يا بونو يا ليفاكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي. خامس اختيار معانا وهو افضل مدرب، واللي هتروح لوليد الرجراجي للمره الثانيه على التوالي. وليد الرجراجي بيواصل الاعجاز اللي بيعمله، وبعد ما كسب بلجيكا في دور المجموعات قدر يكسب اسبانيا في دور ال16 ويطلع البرتغال من دور الثمانيه. الرجراجي مستمر في نفس طريقه لعبه، وهي انه دايما سايب الكره للمنافس، ولكن مع اي هجمه للمنتخب المغربي قادر يقتل الماتش. خطوط المغرب هتلاقيها دايما قريبه من بعضها، وده بيصعب اختراقها، وما بيضغطش ابدا على الكره عشان ما يسيبش اي مساحات في ظهره. وبسبب المنظومه المحكمه للرجراجي فالمغرب هو الفريق الوحيد في قبل النهائي اللي استقبل هدف واحد، وكان بالنيران الصديقه في ماتش كندا. بس في مشكلتين هيقابلوا الرجراجي قدام فرنسا، الاولى انه بيلاعب بطل العالم واللي بيمتلك افضل لعيبه في كل خط من خطوطه، وبالاخص مبابي اللي قادر يخلق فرصه هدف من اي كوره، والثانيه هي كم الاصابات الكبير اللي في المنتخب المغربي خصوصا في خط الدفاع، وعلى راسهم قائد المنتخب رومان سايس. وفي النهايه بنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي قدام فرنسا، وسواء كسب او خسر فهم شرفونا ورفعوا راسنا كلنا. دي كانت نهايه حلقتنا من 5 في 5. انتوا كمان تقدروا تشاركوا معانا في اختيارات الافضل من خلال الاستفتاءات اللي بننزلها على يلا كوره بعد كل جوله.